أنا أحد المزارعين من ريف إدلب الشمالي. نحن أنا فلاح بشتغل بالإجرة هالأراضي هو أنا بفلحهم بزرعهم يعني ببدرون حنطة شعير عدس إيش ما موسمهم كل واحد موسمهم. السنة زرعنا حنطة إجانا لهفة ضربت لنا المواسم كلها يعني الدلم كان يقطع من أول 500 كيلو 300 كيلو 400 كيلو السنة قطع معنا 200 كيلو والسنة عم نعاني أغلى من عم نول. عم نول عاملونا بسعر مناسب للمزارع وللفلاح لصاحب الأرض. السنة عم يطلبوا أجور غالية جدا جدا بدهم بالدولار والشعب منين يجيب الدولار؟ لا ما بنبي ملتقى بدهم أجار الدلم 7 دولار 7 دولار ما بيطالع مصروف. إذا طلع 200 كيلو حنطة ما بيطالع مصروفه وما في حدا عم يستلم منها الحنطة بسعر كويس مناسب. هذا كله مضرة للمزارع. أنا صاحب حصالة من ريف إدلب الشمالي. والله عم نشتغل والله المازوت غالي. المازوت البرميل 100 دولار عرفت شنون؟ كل شيء غالي. احنا 6-7 عمال من الصبح للمغرب نطلع نروح من الصبح للمغرب على عطال وشغل ويعني اي عطل اي عطل بسيط 50-60 دولار اي عطل بسيط كشاط دولاب 150 دولار. والله صعب بالحيل. الزيت كذاك الامر زاد الكيلو غيار الزيت بدك تغيره 90 ألف هو والمصفاية وكل عرفت شلون وعطال كثيره